كابتن شريف الف مبروك. يمكن انا في البدايه قلت لو الاهلي ما كسبش اتمنى سيناريو السنه اللي فاتت يحصل السنه دي، والحمد لله رب العالمين حدث نفس السيناريو الموسم الماضي. الف مبروك. وقلت تاني انا وانت عند الجول اللي جبناه من الضربه الثابته، يا رب الكره دي تيجي جول دلوقتي ونخلص ويبقى المساحه كبيره قوي لينا في المباراه. في اهم ما موجود في المباراه النهارده كابتن ايمن النتيجه، صحيح انك انت تطلع باي سيناريو بقى لعبت بيه او الفرقه الثانيه لعبت بيه فرقه سان داونز، انك انت تبقى النتيجه في صالحك النهارده، وده اللي اتحقق للنادي الان النهارده. اتحقق الشكل اللي عمله مستر موسيماني اللي هو الدفاع البحت اللي هو بتقفل كل الثغرات قدام فرقه سان داونز اللي هي لعبت بكل خطوطها الحقيقه، لدرجه ان هم في الاخر لعبوك 4-2-4 وحاولوا يعملوا اي كرات عرضيه، يستغلوا اي مساحات عندك او ثغرات، ولكن برضو وجود الشناوي شال حاجات كويسه، بيلعب بهدوء الطبيعي اللي احنا شفناه. اللعيبه على قد ما قدرت الحقيقه في الشكل اللي هو السفر والوجود في الملعب هناك وانك بتلعب خارج ارضك، برضو في حاجات احنا بنتمنى ان اللعيبه تبقى 100% يعني 100% كل لعيب. خطوه مهمه جدا في الوصول للسيمي فاينل. مش هتلاقي دايما لعيب عندك بنفس الجاهزيه بنفس الحاله البدنيه بنفس الشكل، ده بيحصل بحاله تعويضيه من الجهاز الفني ان في الوقت المناسب لازم يكون في البديل. البديل اللي بيعمل ريفريشمنت في الملعب. النهارده كان في بعض اللاعبين اللي نزلوا برضو نقلوا الكره شويه نص ملعب الخصم. انما انا عايز اقول لك حاجه على فرقه سان داونز، انها فرقه عندها طابع، يعني هو ده الطابع اللي احنا بنتفرج عليه، التحضير البطيء. انت لو اديته لو كنت هجم يعني عملت ضغط عليه من بدري ما بتوصلوش نص ملعبك ما كانش هيبقى شكله، هيبتدي يعمل الكره الطويله، وانت كل ما بتضغط عليه بتفقده الكره وكل ما بقالك وجود الناحيه الثانيه. انت رحت كرات قليله انما كان ليك خطوره بالغه جدا، لان هم خلاص ما عندهمش اي حاجه يبكوا عليها بعد الهدف، فانت كنت ممكن تستخدم الثغرات اللي موجوده عندهم في كره طويله زي ما جت لقفشه. قفشه في كره شاطها لو عملها لمحمد شريف هو الجول، يعني كان عندك فرص برضو. انت لو النهارده بتركز انك تكسب اعتقد كان ممكن تكسب، يعني هم راح منهم 3 4 اجوان بجوده لعيبتك انت ان هي بتشترك معاهم الشناوي. ف السيناريو النهارده المطلوب حصل الحمد لله، انك انت الحمد لله تعادلت 1-1 وكنت ممكن تكسب المباراه كمان لو انت كنت عندك شكل الضغط اللي احنا كنا بنتمناه بنتكلم عنه قبل الاستوديو. الف مبروك، ولينا بقيه حديث في جميع الفرص وجميع الاشياء اللي حصلت في المباراه.